لا تزال قضية نجاح الطائرة المسيرة باختراق أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في مدينة أم الرشراش المسماة إيلات وإصابتها قاعدة بحرية تثير القلق والكثير من التساؤلات في الكيان العبري، لأن القضية لا تتعلق بهذه الطائرة فقط بل بما سبقه من نجاح اليمن في إيصال صاروخ مجنح وقبلها طائرة مسيرة، وبذلك سقطت محاولة جعل المدينة ملاذا لقواعد العدو البرية والبحرية بعد أن باتت هدفا لصواريخ وطائرات محور المقاومة. هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها إيلات لاستهداف بطائرة مسيرة ومنظومات الدفاع الجوي لم تتمكن من مواجهة ذلك، وإذا أضفنا إلى ذلك سقوط الصاروخ المجنح الأسبوع الفائت فإن هناك مكان للقلق، لأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قالت في السابق إن إيلات هي المدينة الأكثر حماية من ناحية الدفاعات الجوية الإسرائيلية في ظل التهديدات من العراق وسوريا واليمن، وهذا الأمر أشعل إشارة حمراء. هذه الأسلحة تتملص من الدفاعات الجوية وهي تختلف كليا عما نعرفه، وهذه هي المرة الثالثة التي يطلق فيها هكذا تهديد نحو إيلات، وفي المرات الثلاث أطلقت هذه الأسلحة من أماكن مختلفة من العراق ومن سوريا ومن اليمن، وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها إصابة، ما يعني أن الطرف الآخر يتعرف على قدراتنا كما نتعرف على قدراته، وهذا يدل على تخطيط جيد لمسار الطيران، وهذه عمليات مهمة جدا، وعلى الجهات الموكلة باعتراض هذه الأسلحة دراسة هذا الأمر مما يجب أن نتعلمه. إذن تحولت أم الرشراش من مكان آمن لقواعد العدو العسكرية إلى ساحة حرب غير آمنة، وبالتزامن لم تعد ملاذا آمنا للصهاينة الهاربين سواء من الحرب الدائرة على الحدود الشمالية أو من الجنوب بسبب حرب غزة، كما وجهت ضربة للسياحة والاقتصاد. اخترنا السفر إلى إيلات وهي المكان الأبعد والأكثر أمنا، وقد وصلنا إلى إيلات حيث تبين لنا أن إيلات أيضا ليست آمنة. إيلات تتعرض لأزمة اقتصادية قاسية، ونحن على مدار قرابة 6 أشهر أمام كارثة اقتصادية هي الأكبر نتيجة الحرب الحالية، ومن المحظور علينا أن نسمح بتحول الجبهة الحوثية من اليمن إلى جبهة تهدد بشكل دائم مدينة إيلات، فهي جبهة باتت تهديدا أمنيا واقتصاديا. أوساط أمنية صهيونية أقرت أن الكيان الصهيوني ومع استهداف أم الرشراش بات محاصرا من جبهة تمتد من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان، وعليه أن يفكر جديا بهذا التحدي الخطير جدا.